بادرت طفلة حنين علي أحمد ذات 9 سنوات بشراء هدايا وسلة غذائية من مدخراتها للأطفال والأسر المتعففة في دار الأيتام في مدينة تكريت، ودعا المشرفون على الدار الحكومة المحلية والميسورين إلى دعم هذه الشريحة لتخفيف عبء الحياة عنهم. ضمن نشاطات منظمة الطفولة العراقية فرع صلاح الدين دار البر والحنان لرعاية وإيواء الأيتام، قامت منظمتنا وهذا نشاط مستمر يعني بدعوة 75 طفل هدايا تبرع من أصغر طفلة في محافظة صلاح الدين اللي هي حنين علي. كانت عندها مبادرة تجمع العيدية مالتها مالت العيدين الصغير والكبير، وقالت أشتري بيه ملابس أفرح بيه الأطفال وأعيش حالتهم وأشوفهم شنو يحتاجون وشون عايشين وهيجي، فحبت تفرحهم اليوم وإحنا بادرنا وياها وقلنا لها يا أهلا وسهلا. اليوم عندنا نشاط مميز أعتبره، لأنه أصغر طفلة، أصغر متبرع، أصغر إنسان حس بمعاناة الأطفال، فهذا الشيء خلانا أنه إحنا يعني نجدد نشاطات المنظمة مع فضائيات صلاح الدين مشكورين. واليوم عندنا 75 طفل، 25 أرملة، توزيع هدايا ألعاب وسلة غذائية مع وجبة غداء للأطفال. أنا أتمنى أنه مسؤولي محافظة صلاح الدين والخيرين يلتفتون التفاتة يعني كبيرة مو صغيرة، حتى نعيد نشاطات الدار ونعيد يعني نشاطنا اللي هم يعرفوه قبل داعش، وكانت يعني مميزات صلاح الدين أنه هي دار أيتام عوضا عن دار أيتام الحكومي. فيا ريت أنه المسؤولين والخيرين بالمحافظة أنه يلتفتون أن التفاتة كبيرة حتى نكون بصمة حقيقية لهم، وأنه تكون هذه الدار هي انطلاقة لمشاريع خيرية أخرى. اسمي حنين علي أحمد خطاب جهوري، جمعت عيدياتي أنا وأختي تنشتري بيهن ألعاب لليتامى وفرحتهم، وأني أتمنى أن أكبر أفتح دار أيتام كبير. أنا أطلب من كل مسؤول إنه اللي عنده فلوس يتبرع للأيتام ولفرحتهم. نحن نشكر القائمين والمسؤولون على هذا الدار، ونشكر الذين من يلتفتون إلى الأيتام والأطفال الذي أبهاتهم فقدهم من سنين، ونشكر من يجاهد إلى هذه الأسباب.